وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء الذي يتم في المسجد الحرام في العشر الأواخر من رمضان من كل عام، وهو هذه الليلة ليلة 23 من رمضان، وهي إحدى الليالي التي يرجى أن تكون ليلة القدر، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي أوتاره أوكد، وفي ليلة 27 أبلغ، لكن الله تعالى أخفاها عن العباد لفائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى امتحان العباد في صدق الطلب وعدم الصدق في الطلب، لأن من كان صادق الطلب فلا بد أن يتعب للحصول على مطلوبه، وذلك بموافقة ليلة القدر. ومن لم يكن صادقا في طلبه فإنه سوف يستثقل أن يقوم كل ليالي العشر من أجل ليلة واحدة فيتكاسل، وهذا من حكمة الله عز وجل. أما الفائدة الثانية فهي من أجل أن تكثر أعمال العباد، لأن ليلة القدر لو كانت ليلة معينة لاجتهد الناس فيها ثم توقفوا عن الاجتهاد ولم يحصل لهم الأجر والثواب الذي يحصل في قيام الليالي العشر. تمتاز ليلة القدر بأمور كونية وأمور شرعية. أما الأمور الكونية فإن الله سبحانه وتعالى وصفها بأنها ليلة مباركة، فقال إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ومن بركتها ما يحصل للقلب من زيادة الإيمان، وما يحصل للصدر من الانشراح والطمأنينة ومحبة الخير والدعاء والإجابة والعمل والإثابة، كل ذلك من بركة ليلة القدر. ومن الخصائص الكونية أيضا أنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة، لقول الله تبارك وتعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فما كتب الله تعالى أن يقدر في هذه السنة فإنه يكتب في ليلة القدر، وهذه ليست الكتابة الأولى التي كتب الله في اللوح المحفوظ، فإن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، لكنها كتابة حولية، لأن الكتابات إما كتابة حولية أو كتابة عمرية أو كتابة عامة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. أما بركاتها الشرعية فمنها أن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بماذا؟ إيمانا بالله وبما جعل من الثواب لقيام ليلة القدر، واحتسابا أي احتسابا للثواب وطلبا له، فإنه يغفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا هو الذي يطلب أن يفعل ليلة القدر، أعني القيام بالصلاة والذكر والدعاء. وأما تخصيصها بالعمرة
كما جرت به العادة عند كثير من الناس فهذا ليس بصحيح. فلا ينبغي أن تخصص ليلة 27 بالعمرة، لأن تخصيصها بالعمرة إدخال في شريعة الله ما ليس منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يحث أمته على أن يعتمروا ليلة 27، وإنما حثهم على القيام، على قيام الليلة، فقال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. ومن المعلوم أن العبادة لا تكون موافقة للشرع إلا إذا وافقت الشرع في أمور ستة: السبب والجنس والقدر والهيئة والزمان والمكان. فمن شرع عبادة لسبب لم يجعله الشرع سببا فإنها لا تقبل منه، بل هو مبتدع. يعني لو أراد الإنسان أن يقول كلما دخلت بيتي فسأصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصار كلما دخل البيت صلى على النبي، هل تقبل من هذه العبادة؟ أجيبوا يا جماعة، لا. لماذا؟ لأنها بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا قال قائل أنا إذا دخلت بيتي تذكرت دخول النبي صلى الله عليه وسلم بيته فأصلي على النبي، قلنا والصحابة الذين يدخلون بيوتهم هل هم يتذكرون دخول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيته أو لا؟ إن كنت تتذكر فهم أشد منك ذكرى، ومع ذلك لم يكونوا يصلون على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخلوا بيوتهم. ومن ذلك ما شاع عند كثير من المسلمين من إحداث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث جعلوا مرور الليلة التي يدعون أنه كان ولد فيها يجعلونها سببا للاجتماع والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقديم الحلوى وغير ذلك مما هو معروف. فنقول هذا ليس بصحيح، لأن مرور الوقت الذي ولد فيه لا يكون سببا لهذا الاحتفال، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لم يحتفل بذلك، والصحابة لم يحتفلوا بذلك، والتابعون لم يحتفلوا بذلك، وتابع التابعين لم يحتفلوا بذلك، وهذه هي القرون المفضلة. وإذا كانت القرون المفضلة لم تحتفل بذلك فكيف يحدث بعدهم الاحتفال بذلك؟ تبقى الأمة الإسلامية 3 قرون لا تدري عن هذه الشريعة، أو تبقى 3 قرون لم تنفذ هذه الشريعة؟ كلا الأمرين مستحيل. يستحيل أن يمر عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وعصر الخلفاء الراشدين وعصر الصحابة وعصر التابعين لهم بإحسان وعصر تابع التابعين وهم لم يعلموا أن الاحتفال بهذه المناسبة سنة، ومحال أيضا أن يعلموا أنه سنة ولم يقوموا به. إذن هذه البدعة ليست مقبولة عند الله، بل هي مردودة لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. على أننا من الناحية التاريخية لم يثبت عندنا أن مولده كان ليلة 12 من شهر ربيع الأول أبدا، بل قد قرر بعض الفلكيين العصريين
أن مولده كان في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول، فتبين بذلك أن هذه البدعة لا تصح من الناحية التاريخية ولا من الناحية الشرعية، وحينئذ لا ينبغي أن نكلف أنفسنا بعمل ليس لنا منه إلا التعب والإثم، بل نسلم على أبداننا وعلى أموالنا ونقول شيء لم يكن عليه الصحابة رضي الله عنهم لا خير فيه. إذن إذا لم يثبت أن هذا السبب شرع سبب لشرع هذه العبادة، علمنا أن هذه العبادة إيش؟ بدعة، وأسميها عبادة تنزلا مع الخصم وإلا فليس عبادة. الثاني في الجنس، لا بد أن توافق الشرع في الجنس، فمن تعبد لله تعالى بشيء لم يشرع التعبد في جنسه فإن عمله مردود عليه. مثال ذلك إنسان ضحى بفرس، ضحى بفرس، الفرس يساوي 500 ريال مثلا، وترك التضحية بشاة تساوي 100 ريال، فإذا ضحى بفرس قلنا الأضحية غير مشروعة فتكون إيش؟ مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أفهمتم؟ مع أن الفرس حلال يؤكل، والفرس أغلى من بعض بهيمة الأنعام، لكن لم يكن جنسه مشروعا أن يتقرب إلى الله به في الأضحية والهدي، صار مردودا غير مقبول. طيب لو عق ببعير عن شاة، تعرفون العقيقة ما هي؟ يعني ما يذبح عن المولود، في أي يوم؟ في السابع، بارك الله فيك. هذه العقيقة لو أن إنسانا عق بدل الشاة ببعير، هل تقبل منه؟ نعم، هل تقبل؟ تقبل. هذان قولان، وهما قولان للعلماء أيضا، فمن العلماء من قال إن العقيقة لا تقبل بالبعير لأن السنة إنما وردت بالشاة، فإذا عق بالبعير فقد عق بجنس لم يرد العق به. ومنهم من قال بل تجزئ العقيقة من الإبل والشاة أفضل، لأن جنس الإبل مما يتقرب إلى الله بذبحه، فصار مجزئا في العقيقة ولكن الشاة أفضل. ويبقى السؤال: هل تجزئ البعير عن 7 عقائق؟ لا تجزي عن 7 عقائق. وعلل العلماء ذلك بأن العقيقة فدية نفس بنفس، شاة فدية عن نفس، والبعير واحدة، فلا يمكن أن تكون فدية عن سبع أنفس، وهذا تعليل جيد. ومع ذلك يقولون إن الشاة أفضل من البعير في العقيقة، لأن ذلك هو الذي وردت به السنة وهو الذي لا إشكال فيه. الثاني أن توافق الشريعة إيش؟ في القدر، أن توافق الشريعة في القدر، فإن نقصت أو زادت لم تقبل ولم تكن عبادة. فلو أن رجلا صلى الظهر 2 ركعة في غير سفر لم تقبل، لماذا؟ لأنها أقل من العدد المفروض، ولو صلاها 6
لم تقبل لأنها أكثر من العدد إيش المشروع. ولو أن الإنسان طهر نجاسة الكلب بثلاث غسلات منقية تماما فإن ذلك لا يطهر المحل لأنه إيش أقل من العدد المفروض، إذ أن العدد المفروض كم؟ سبع غسلات إحداها بالتراب. الرابع الهيئة أو الصفة، فإذا تعبد الإنسان لله بشيء لا يوافق الشرع في هيئته وصفته فإنه غير مقبول. مثال ذلك لو أن رجلا صلى وبدأ بالسجود قبل الركوع، بدأ بالسجود قبل الركوع فصلاته إيش باطلة. لماذا؟ لأنه غير الهيئة الواردة وصلاها على غير صفتها فلا تكون مقبولة. الخامس أن تكون موافقة للشرع في الزمان، فلو أن شخصا قال أنا لا أريد أن أضحي في عيد الأضحى ولكني أريد أن أضحي في عيد الفطر لأنني في عيد الأضحى مشغول وعيد الفطر أفرغ لي، فضحى في عيد الفطر، أتكون أضحيته مقبولة؟ لا. طيب ضحى في عيد الفطر بعد الصلاة ما لا تقبل، ولو ضحى في عيد الأضحى بعد الصلاة تقبل، ولو ضحى في عيد الأضحى قبل الصلاة لا تقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسك قبل الصلاة فلا نسك له. فقام أبو بردة بن نيار وقال يا رسول الله إني ذبحت شاتي قبل أن أصلي، أردت أن يأكل أهلي يعني مبادرين بالأكل، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاتك شات لحم، يعني أنها لا تزع نضحية. فقال إن عندي عناقا هي أحب إلي من شاتين، والعناق هي الأنثى من المعز لها نحو أربعة أشهر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضحي بها ولن تجزي عن أحد بعدك. والمقصود من هذا الحديث أن من ضحى قبل وقت الأضحية فإنه لا أضحية له لأن أضحيته لم توافق الشرع في الزمان. السادس في المكان، فمن تعبد لله تعالى بعبادة في غير المكان المخصص لها فإنها لا تقبل منه بل تكون بدعة. مثاله رجل اعتكف في بيته بدل الاعتكاف في المسجد، فهل يقبل اعتكافه؟ لماذا؟ لماذا يا جماعة؟ لأنه خالف في المكان، إذ أن الاعتكاف إنما يكون في المساجد التي تقام فيها الجماعة. فاحفظوا هذه الأمور الستة التي لا يمكن أن تكون العبادة مشروعة مقبولة عند الله إلا إذا وافقت الشريعة في هذه الأمور الستة. وعلى هذا فنقول إنه يجب علينا أن نعرف أحكام الشريعة في كل ما نتقرب به إلى الله لئلا نتقرب إلى الله بما لم يشرعه لنا، وإن الإنسان المتقرب إلى الله بما لم يشرعه لا تقبل قربته بل لا تزيده من الله تعالى إلا بعدا. ذكرنا الأعمال في ليلة القدر أنه القيام، وأما تخصيصها بالعمرة فإنه لا أصل له في الشرع، ولهذا ننصح إخواننا المسلمين أن لا يخصوا ليلة القدر بالعمرة لأن ذلك ليس بمشروع، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أصحابه
أنهم خصوها بشيء بالعمرة إطلاقا. ولعلنا نقتصر على هذا الذي قدمناه في هذه المناسبة.